ناخذ عنوان اخر اللي هو Coordinates, Systems and Transformations. ذكرنا بداية دراستنا لموضوع المجالات انه عندنا انظمة كثيرة للاحداثيات, راح نتناول منها ثلاث انظمة اللي هي نظام الاحداثيات المتعامدة اللي نسميه Cartesian Coordinates اللي مثل X, Y, Z, ونتناول نظام الاحداثيات الاسطوانية اللي هو نسميه Cylindrical Coordinates System ويمثل الرموز R, Phi, Z, وأدنى النظام الأخير اللي راح نتناوله أثناء دراستنا اللي هو نظام الإحداثيات الكروية اللي نسميه Spherical Coordinates System ونمثله بالرموز R, Theta, Phi. هنا راح ناخذ أول نظام وهو أسهل نظام بالتعامل, ودائما من نبدي بأي موضوع بنظرية المجالات نبدي بالأمثلة اللي تمثل لي نظام الإحداثيات المتعامدة, وبعدها نتحول إلى الأنظمة الأخرى وذلك لسهولة النظام والتعامل معه. نظام الإحداثيات المتعامدة اللي هو نسميه Cartesian Coordinate System قلنا يتمثل بمستويات إحداثيات X, Y, Z. هنا راح نتناوله بالبداية أدنى أي متجه, ذكرنا أي متجه يمثل بثلاث مركبات باعتبار أدنى المركبة X باتجاه X اللي هي AX الكومبوننت والAX بالاتجاه باتجاه X, وعندنا الكومبوننت الثانية هذه باتجاه Y اللي هي AY والAY هو المتجه, وعندنا الكومبوننت الثالثة اللي تمثل إياها القيمة اللي هي AZ والاتجاه هو AZ small. هذا النظام إذا أخذناه بهذا الشكل, هذا الشكل حتى نقدر نفهم التحويل إلى هذا نظام الإحداثيات المتعامدة, إذا مثلناه بهذا الشكل المكعب عندنا باتجاه X مركبة باتجاه X وعندنا مركبة باتجاه Y وعندنا مركبة باتجاه Z. هذا الشكل اللي تنظروا أمامكم هذا يمثل لي وحدات المتجه على نفس نظام الإحداثيات, باعتبار عندنا باتجاه X وباتجاه Y وباتجاه Z. هذه إذا ننظر لها هنا عندنا هذا X وهذا Y وهذا Z. تشوفون هنا عندنا ناقص AX ناقص AY ناقص AZ. هذه إذا أخذنا بالاتجاهات المعاكسة لكل متجه نتناوله بالصورة الموجبة, يعني بالاتجاه المعاكس بهذا الشكل, هنا عندي راح يكون AX minus, هذا minus AX, وإذا أخذنا بهذا الاتجاه minus AY, وإذا أخذنا بالاتجاه الأسفل راح نحصل minus AZ. فإذن هذه وحدات المتجه تمثل لي نظام الإحداثيات بالاتجاه الموجب X, Y, Z, ونظام الإحداثيات في الاتجاه السالب minus X, minus Y, minus Z. هذه أول شيء راح ناخذه بنظام الإحداثيات, أنه الX ممكن يمتد بالاتجاه الموجب إلى المالا نهاية وبالاتجاه السالب إلى المالا نهاية, ونفس الحالة بالنسبة للY يتجه بالاتجاه الموجب إلى المالا نهاية وبالاتجاه السالب إلى المالا نهاية, والZ بالاتجاه الموجب إلى المالا نهاية وبالاتجاه السالب إلى المالا نهاية. عندنا راح نتعامل بهذا النظام الإحداثيات, راح نتعامل مع نسميها differential area أو differential displacement اللي هي وحدات الطول, و differential area اللي هي
وحدات المساحة، وعندنا differential volume اللي هي وحدات الحجم، يعني بعد واحد، وعندنا بعدين، وعندنا ثلاث أبعاد. بالنسبة للطول، بالنسبة للطول متجه الطول راح نسميه differential displacement، differential displacement، وهذه راح نمثلها بالمتجه DL، مثله بالمتجه DL. DL عندنا DX AX، هذا باعتبار هذا DX واتجاهها AX باتجاه X، وعندنا DY، DY AY، هذه الكومبوننت وهذه المتجه، هذا DY وباتجاه Y، وعندنا الثالث المركبة الثالثة اللي احنا قلنا أي متجه يمثل بثلاث مركبات متعامدة على بعضها بالنظام الإحداثيات، نمثله بالنظام الإحداثيات الكارتيزية بـ X Y Z، وهنا عندنا المتجه الثالث أو المركبة الثالثة اللي هي DZ باتجاه أي Z، هذه DZ، هذه DZ باتجاه Z. هذه إذا وجد الاتجاه، فإذا عندنا الكومبوننت، إذا ما وجدنا الاتجاه ما موجود بال يعني في بعض الأحيان يذكر لنا DL بمركبة واحدة مع اتجاهها، يعني المركبات الأخرى مقدارها صفر، هذه بعدين نتناولها بالأمثلة إن شاء الله. بس أي تمثيل لأي متجه طولي بنظام الإحداثيات الكارتيزية مثله بثلاث مركبات قلنا متعامدة DX AX DY AY زائد DZ AZ. إذا اتجهنا باتجاه المسافة، المسافة عندنا differential area، هنا عندنا ثلاث حالات أو ثلاث مساحات راح نأخذها، هاي ثلاث مساحات. الأولى إذا ضربنا البعد Y، البعد Y بالبعد Z، يعني هذا Y وهذا Z، هذا المتغير Y والمتغير Z، فهنا إذا أخذناهن هذا راح يكون باتجاه الـ X بالموجب وباتجاه الـ X بالسالب. هنا الـ DY DZ باتجاه X، فهذه أول مساحة قلنا باتجاه X بالموجب وباتجاه الـ X بالسالب، هذا المربع اللي بالخلف بالجهة الخلفية. نفس الحالة عندي DX DZ، إذا ضربنا المتجه X بالمتجه Z راح نحصل هذه المساحة باتجاه Y، وعندنا هذا المربع يمثل لي باتجاه الـ Y الموجب، والمربع الخلفي باتجاه الـ Y السالب. المساحة الأخرى اللي نحصلها DX DY، المتغير Y بالمتغير X، وأدنى راح يكون اتجاهها باتجاه هذا، أما باتجاه Z بالموجب أو باتجاه Z بالسالب، يعني هذا مواجه للZ بالأعلى ومواجه للZ بالأسفل اللي هو المربع الأسفل. فصارت عندي المساحة ممكن نمثلها ب DY DZ باتجاه X، و DX DZ باتجاه Y، و DX DY باتجاه Z. يتبقى عندنا الحالة الأخيرة اللي هي الحجم، نضرب هذه المتغيرات الثلاثة DX DY DZ مع بعضها نحصل الحجم. هذه كل العمليات اللي نجريها، كل العمليات اللي نجريها للحصول على وحدة طول، وحدة مساحة، ووحدة حجم.